أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج حديث العلم. قطاع الثروة الحيوانية بيعتبر من أهم وأوائل القطاعات اللي بتلقى اهتمام كبير من قبل وزارة الزراعة، لأن ليه أهمية كبيرة في توفير اللحوم والألبان وكافة المنتجات الحيوانية المحلية. النهاردة هنتكلم على أهمية تحسين الثروة الحيوانية مع الدكتور عادل التراس، أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وأيضا مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا فندم. دكتور عادل، في البداية يعني إيه التحسن الوراثي للثروة الحيوانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بالتحسين الوراثي للثروة الحيوانية هو تعديل أو تغيير التركيب الوراثي للكائن الحي، وذلك من خلال إدخال بعض الجينات أو نزع بعض الجينات أو تغيير ترتيب هذه الجينات داخل الجينوم الخاص بالكائن الحي. نعم. بغرض زيادة الإنتاجية، تحسين الجودة، مقاومة الظروف البيئية المعاكسة. هذه الظروف البيئية المعاكسة قد تكون أمراض، قد تكون حشرات، قد تكون أي إصابات أخرى للحيوان. لذلك فنحن نعمل جاهدين على تغيير التركيب الوراثي حتى يتلائم مع الظروف البيئية، مع زيادة الإنتاج وتحسين الجودة. طيب، أهمية التحسين الوراثي للحيوان الزراعي في مصر بشكل عام؟ أولا، الحيوانات المصرية بصفة عامة ذات إنتاجية منخفضة، لذلك فنحن نلجأ للتحسين الوراثي بغرض كما قلت سابقا زيادة الإنتاجية. فالأبقار المصرية ذات إنتاجية منخفضة قد يكون 2 إلى 5 كيلو لبن في اليوم. أما الجاموس فقد يكون من 6 إلى 8 كيلو لبن في اليوم. معدل التحويل للحيوانات التي تربى من أجل إنتاج اللحم يتراوح بين 75% إلى 8 كيلو جرام يوميا. إذا قارنا ذلك بالحيوانات الأجنبية فنجد أن إنتاجية اللبن في بعض الأنواع السلالات يصل إلى 50 كيلو لبن يوميا. ومعدل تحويل الحيوانات في السلالات الأجنبية يتخطى 1.25 إلى 2 كيلو جرام يوميا. إذا قارنا 5 كيلو ب 50 أو 7 بواحد واثنين عشر أو 2 كيلو. نعم. فنجد أن هناك فرق شاسع، لذلك فنحن نحاول جاهدين التحسين الوراثي بغرض سد الفجوة الغذائية. أيوة. بالنسبة للمصريين فكما نعلم جميعا أن هناك بعض المعوقات التي تواجه نمو الاقتصاد المصري، على سبيل المثال زيادة عدد السكان، محدودية الأرض، التغيرات المناخية، محدودية المياه. نعم. فالتغيرات في عدد السكان، كان عدد سكان جمهورية مصر العربية في عام 1910 مليون. في عام 1950 قفز العدد إلى 20 مليون، أي أننا في خلال 50 عام زدنا 10 مليون. أما في خلال 2000 فوصلنا 60 مليون، قفز العدد 40 مليون مرة ثانية. وفي عام 2020 قفز العدد إلى 100. وفي عام 2030 سيصل العدد إلى 130 مليون، وفي عام 2050 سيصل العدد إلى 160 مليون. أي سيتم تضاعف هذا العدد 16 مرة بدءا من عام 1900 إلى 2050. فهل عدد رؤوس الثروة الحيوانية المصرية سيتضاعف بهذا العدد؟ هل مساحة الأراضي المزرعة ستتضاعف بهذا العدد؟ هل التغيرات المناخية التي تصاحب العالم حاليا ستوافقنا؟ لذلك لجأنا إلى ما يسمى بالتحسين الوراثي، أي زيادة إنتاجية الوحدة الواحدة بأكثر مما كانت عليه. لا. فبدل ما يكون 5 كيلوغرام يصبح إن شاء الله 20 أو 30 كيلوغرام. ماذا يعني تقسيم الماشية حسب الغرض الأساسي منها، سواء من إنتاجها أو من ناحية استغلالها؟
اوكي. تقسيم المشية قد تكون معدل إنتاج اللبن، قد تكون معدل إنتاج اللحم، قد تكون معدل إنتاج الصوف، قد تكون للاثنين معا، بمعنى أن هناك بعض الأنواع من المشية متخصصة فقط في إنتاج اللبن مثل الهولستاين الأجنبي ينتج حوالي 50 إلى 55 كيلوغرام في اليوم، وقد تكون بعدها متخصص في إنتاج اللحوم فقط مثل الأنجس والشاروليه، وقد يكون البعض منها ثنائي الغرض مثل المونبلياد والسيمنتال الأجنبي. نعم. أما الحيوانات المصرية فهي للغرضين معا ولكنها ضعيفة الإنتاجية. يعني نقدر نقول ان هناك علاقة وثيقة وكبيرة جدا بين التحسين الوراثي والإنتاج الحيواني. نعم، لأن التحسين الوراثي يقصد به تغيير تركيب الكائن الحي وراثيا، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن الذي يورث هو المادة الوراثية، ولكن الأعلاف والظروف البيئية الموجودة تزيد من إنتاجية الحيوان ولكنها لا تورث للأجيال الجديدة، لذلك فنحن نهتم كثيرا بما يسمى بالتحسين الوراثي. طيب الانتخاب في الإنتاج الحيواني ماذا يعني؟ الانتخاب في الإنتاج الحيواني بدأ منذ بداية الخليقة، بمعنى أن المزارع أو الفلاح كان يختار الحيوان الأعلى في إنتاجية اللبن، الأعلى في إنتاجية اللحم، الأعلى في إنتاجية الصوف، ولكن حديثا ارتبط الانتخاب بالجينات أو المادة الوراثية. أحدث شيء هو ما يسمى بانتخاب الجينوم، لأننا في بداية العلم كنا ننتخب الحيوان صفة واحدة، صفة وراثية واحدة، صفتان، ولكن تقدم العلم فأصبح الانتخاب يسمى انتخاب الجينوم، وهو ما يعادل 20 إلى 30 صفة في المرة الواحدة. دكتور عادل، إزاي نقدر نختار السلالات أو الأنواع الأكثر جودة وفي نفس الوقت أكثر إنتاجاً وأقل تكلفة وفي ذات الوقت تكون ملائمة للظروف البيئية والطبيعة والمناخ بشكل عام؟ يجب أن نتجه أو نعتمد على العلم. لماذا؟ لأن الانتخاب الطبيعي للحيوانات المزرعية كان يعتمد على الصفات المظهرية فقط، ولكننا حاليا أصبحنا نعتمد على الجينات التي تمثل كافة الصفات الموجودة في الحيوان. فكما نعلم جميعا أن كافة الصفات الموجودة في الإنسان مرتبطة بالجينات، كافة الصفات الموجودة في النبات مرتبطة بالجينات، كافة الصفات الموجودة في الحيوان مرتبطة بالجينات. فبدلا من أن يكون لدينا انتخاب على صفة واحدة، أصبحنا كما قلت لسيادتك سابقا أننا نعتمد على ما يسمى بانتخاب الجينوم أو العدد الأكبر من الجينات في المرة الواحدة، وهما أعطى أولوية إنتاجية عالية. إيه هي العوامل المؤثرة في التحسين الوراثي للماشية بشكل عام؟ التحسين الوراثي منظومة، هي كلمة رنانة وكلمة جميلة عند السمع سواء في الإنسان أو الحيوان، ولكن هناك عوامل كثيرة مرتبطة بها مثل التحصينات من الهيئة البيطرية، الأعلاف من قسم الإنتاج الحيواني، التناسليات، التأمين على الماشية، التحسين الوراثي بالجينات. كل هذه عوامل تؤثر على إنتاجية الحيوان وراثيا قبل كل شيء، وكما قلت لسيادتك سابقا أن كل العوامل البيئية لا تورث، أما العوامل الوراثية فهي لا تتورث، ولكن العوامل البيئية أساسية أيضا في إنتاجية الحيوان. لكن هناك بالطبع يعني طرق متبعة نقدر نستخدمها لإجراء التحسين الوراثي. نعم. الطرق المتبعة أو الأولية انتخاب، ثانيا بدأنا بما يسمى بالبيولوجيا الجزيئية أو الهندسة الوراثية، وارتبط بذلك عمل بنك الجينات للحيوانات المنوية، بنك جينات للبويضات، التلقيح الاصطناعي، نقل الجينات، التعبير الجيني، انتخاب الجينوم. كل هذه طرق مختلفة
بالتحسين الوراثي، ولكن نحن دائما ما نسعى إلى ما هو جديد، لذلك نلجأ إلى أحدث شيء في التحسين الوراثي وهو انتخاب الجينوم. دكتور عادل، ماذا عن التلقيح الصناعي وأهميته؟ التلقيح الاصطناعي يقصد به نقل المادة الوراثية في صورة الحيوانات المنوية من السلالات العالية الإنتاجية ويلقح بها الأبقار أو الجاموس المنخفضة الإنتاجية. يوجد في وزارة الزراعة لدينا 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي في العباسية، بني سويف، سخا، العمرية. هذه المراكز الأربعة يدعمها 630 نقطة للتلقيح الاصطناعي. في الفترة من 2020 إلى 2022 يونيو تم إنتاج حوالي 1.8 مليون جرعة من السائل المنوي المحلي. نعم. تم لقحت وتم بيعها للحيوانات، وتم الحصول على الجيل الأول الذي يتميز بإنتاجية أعلى من الآباء. طيب، لو احنا كلمنا عن قاعدة بيانات، إنشاء قاعدة بيانات للسلالات الحيوانية، هتفيد في إيه في عملية الإنتاج الحيواني؟ قاعدة البيانات أساسية في كافة التجارب العلمية. يمكن أن أقوم بعملية نقل جين معين إلى 20-30 حيوان. طيب، كيف يمكن لي أن أميز بين حيوان والآخر؟ يجب أن يكون هناك ترقيم وترتيب لهذه الحيوانات حتى يكون لدينا قاعدة بيانات عريضة. هذه القاعدة تفيد كثيرا عندما أقول أن محافظة مثل الشرقية تتميز بإنتاج الأبقار، محافظة مثل المنوفية تتميز بإنتاج الجاموس. طيب، كيف يمكن لي أن أوجه كل الخدمات البيطرية والتغذية والرعاية البيطرية إلا إذا كان لدي أعداد الحيوانات في كل هذه البلاد؟ فقاعدة البيانات أساسية في التحسين الوراثي، أساسية في توزيع الأمصار واللقاحات، أساسية في التأمين على الماشية أو الثروة الحيوانية. طبعا وزارة الزراعة بتهتم بهذا الأمر بشكل كبير علشان يكون هناك زي ما حضرتك ذكرت زيادة في الإنتاج الحيواني. جهود الوزارة ودورها في هذا المجال. الوزارة لها أهداف محددة وهي التحسين الوراثي، إنشاء قاعدة البيانات، الهيئة البيطرية، التناسليات، صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، كل مشروع البتلو، إنشاء مراكز تجميع الألبان. حوالي 7 أو 8 نقاط تمثل أهداف الوزارة الحقيقية والرئيسية. يعني نقدر نقول إن تحسين السلالات بيمثل بالنسبة لمصر بشكل عام إن هو بيعتبر من أهم محاور استراتيجية الثروة الحيوانية وزيادتها في الفترة القادمة. إن شاء رب العالمين، لأننا ذكرنا أن الأعلاف أساسية وضرورية، الرعاية البيطرية أساسية وضرورية، التناسليات أساسية وضرورية، الأعلاف أساسية وضرورية، ولكن كل هذه الأشياء لا تورث. تحسين وراثي هو تغيير المادة الوراثية التي تورث من جيل إلى آخر. أيوة. لذلك فإن التحسين الوراثي يمثل الركيزة الأساسية في عملية تنمية الثروة الحيوانية. هل في الفترة القادمة نقدر نقول إن إحنا ممكن نصل إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية؟ يحتاج بعض الوقت. لماذا؟ لأننا كما نعلم جميعا أن الثروة الحيوانية مرتبطة بالعمليات البيولوجية، بمعنى أن فترة الحمل في الحيوان 10 شهور. لا يمكن تلقيح الحيوان قبل 1.5 سنة، أي أن الدورة تستغرق حوالي 3.5 سنين. فإذا كان التحسين يحتاج منا 3-4 دورات، فمعنى ذلك أنه يحتاج على الأقل من 10 إلى 15 عام. وهذه ليست كبيرة، لأننا في الخارج عندما قاموا بعملية التحسين الوراثي استغرق ذلك حوالي 100 سنة، ونحن نأخذ منهم السائل المنوي من السلالات العالية الإنتاجية التي أجروا عليها التجارب لمدة 100 عام، أي أننا أختصر المدة الزمنية لدي 100 سنة باستخدام السائل المنوي الخارجي وتلقيحه للحيوانات المصرية. وبعد حوالي
10 إلى 15 سنة يكون لدي حيوان مصري نسبة المادة الوراثية الموجودة به تعادل حوالي 70 إلى 90% من الموجودة في السلالات الأجنبية، أي أنني سوف أرتقي بالإنتاجية من خلال التحسين الوراثي. هل في تعاون دولي بين مصر وبين عدد من الدول في هذا المجال تحديدا، هو مجال تحسين السلالات؟ نعم، بدليل أننا نستورد السائل المنوي من الخارج، بدليل أننا نتعاون إفريقيا ونقوم بعمل مزارع مصرية في الدول الأفريقية أو الدول الأجنبية حتى تتماشى مع الظروف البيئية الموجودة فيها تلك البلاد، وبالتالي زيادة الإنتاجية الموجودة لدينا. يعني احنا بنتمنى طبعا ان في فترة قليلة جدا نقدر نحقق نسبة ولو بسيطة من الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية، خاصة في ظل الظروف اللي احنا بيشهدها العالم كله من أزمة غذاء وأزمة طاقة في الفترة بسبب الأزمات والحروب اللي موجودة في عدد كبير من الدول حولنا، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية. يعني احنا في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك دكتور عادل التراس، أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وأيضا مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات. حضرتك شرفتنا على شاشة النيل للأخبار. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من برنامج حديث العلم. الأسبوع القادم حلقة جديدة، إلى اللقاء.